السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عندنا فيديو جديد. مثل ما شايفين عندي هذا السؤال، وهي هدول الأرقام. طبعا هدول الأرقام بيتركبوا على رأس الكبل بهذا الشكل مشان نعرف وين بداية وين نهاية هذا السلك. هلا هنو الأرقام بيجوا بهذا الشكل، مثل ما شايفين عندي هاي اللفة بيجي فيها 1000 رقم، كلهم هدول رقم 6 مكرر. مثل ما شايفين بيجي مقطوع بهذا الشكل، يعني بس عندي قطعة صغيرة من قص بيكون طلع عندي رقم 6، وأنا مجمعون بهذا الشكل مشان سهولة الاستخدام. والطريقة كالتالي، مثل ما شايفين على هذا السلك، هذا سلك واحد، هاي طرفين، بدي أخذ له رقم 14، فباخذ رقم واحد قص بهذا الشكل. مثل ما شايفين هاي رقم واحد أول شيء بدخله هون، ومن الطرف الثاني كمان نفس الشيء، هاي رقم واحد، وعندي هون رقم 4 كمان، بجيب حبتين بهذا الشكل. مثل ما شايفين هيك صار عندي رقم 14. هلا هيك هدول عندي طرفين السلك عليهم نفس الرقم، الاثنين عليهم رقم 14. بالنسبة لرأس الكيبل كمان عندي هاي العراية أو الزلاطة، بشيل هذا المقدار بحيث إني ركب رأس الكيبل، وهي هيك عندي كمان رأس الكيبل مثل ما شايفين بهذا الشكل. بعدين بجيب الكباسة أو المكبس، وهي هيك صار عندي السلك جاهز وعليه رقم 14 من الجهتين. وانا عندي هون على المفتاح عندي هذا السلك راح يركب هون بهذا المكان، ومن الجهة الثانية راح يروح للوحة التحكم. بس هيك، هاي الفيديو لليوم، كان معكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.